بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار، والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل هذه الحلقة القرآنية التي نواصل فيها رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا نتعلم التلاوة الصحيحة. نرحب بداية بشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، توقفنا في حلقة الأمس عند الآية 30 من سورة الزخرف. اليوم مع الآيتين 31 و32 نتدارس الآيتين ونتعلم التلاوة الصحيحة ونتعرف على بعض الأحكام. سريعا هنبدأ التعلم أعزائي المشاهدين بتلقي التلاوة. نستمع إلى تلاوة الآيتين المباركتين من طريق الشاطبية برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم رحمتك نرجو يا أرحم الراحمين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، سريعا هنبدأ في شرح الآيتين المباركتين، ولكن سنشير إليكم ونعرفكم بالسؤال الذي نزل على صفحة البرنامج وصفحة القناة بالنسبة للتسابق، وكمان عشان نركز مع فضيلة الشيخ وهو بيشرح لنا إن شاء الله إجابة السؤال. سريعا السؤال كان فيه 4 اختيارات. قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، كلمة الدنيا، بالنسبة لكلمة الدنيا 4 اختيارات. الاختيار الأول النون في كلمة الدنيا تدغم. الاختيار الثاني النون في كلمة الدنيا تخفى. الاختيار الثالث النون في الكلمة تقلب. الاختيار الرابع النون في الكلمة تظهر. بالنسبة للإجابات تقريبا يعني تكاد تكون موحدة، يعني إلا إجابة إلى الآن واحدة اختلفت عن الإجابات كلها. هنروح سريعا لفضيلة الشيخ خالد هيقول لنا الإجابة مجملا، ثم أثناء الشرح هنعرف التفصيل إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ خالد نجدد لحضرتك التحية، تفضل مشكورا. وأجدد لكم التحية جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الإجابة باختصار الكلمة، أعني كلمة الدنيا، النون فيها، حكمها إظهار بين قوسين ويسمى مطلقا، وهذا من قول مولانا أعني صاحب التحفة للنون إن تسكن وللتنوين، إلى قوله إلا استثناء إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا، هكذا كما جاءت معنا في هذه الآية، وهذه الإجابة باختصار. هيا إلى الآية الأولى، وهو قوله تعالى وقالوا، عطف على قولهم قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، فطعنوا في القرآن ثم طعنوا في النبي العدنان، والله تبارك وتعالى رد عليهم، فهم يقولون أولا في حق القرآن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون أهل مكة أو الطائف الحق تبارك وتعالى يرد عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ من النبوة والاصطفاء. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي أن الله بحكمته ولطفه وبديع حكمته ولطفه جعل الغني والفقير، الضعيف والقوي، وجعل هذا وكل في مكانه بما قدر ويسر. وتلك أمور بالنسبة في عالم البشر لا شيء، قليلة، فكيف بالأهم وهو النبوة والاصطفاء؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، بضم السين إجماعا. ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي يجمعونه ويجعلونه الأساس في العظمة والشرف وهو المال. إذن تعلمنا من هذا المعنى الإجمالي ما سمعناه عمليا من سيدنا حينما تلا هكذا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وتلك آية. ثم ابتدأ: أهم يقسمون رحمة ربك، ووقف هنا. ثم ابتدأ: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ووقف. ثم ابتدأ: ورفعنا بعضهم، وانتبه للضاد هنا تشكيلا، بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعض الثانية، انتبه لها، بعضهم بعضا سخريا، هكذا، وقف هنا. ثم ابتدأ: ورحمة ربك خير مما يجمعون. بناء على ما سمعنا من معان كان الابتداء وكان الوقف، فانتبه وأنت تقرأ هذه الآيات. وهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هيا مع الآية الأولى من قوله: وقالوا، تفخيم القاف، فانتبه ولا تقلب منك كافة. كذلك الألف بعد القاف تابع، وكذلك لا تنسى المد الأصلي في طرف الكلمة الثابت معنا وقفا ووصلا. وقالوا لولا نزل، وانتبه تكرما لكلمة نزل وانظر لضبطها. النون مضمومة، الزاي مشددة ومكسورة، نزل. وقالوا لولا نزل هذا، المد الأصلي بعد الهاء، فانتبه لذلك جيدا، كما تنتبه كذلك لما بعده إن وقفت، أعني لما بعد الذال، هذا إن وقفت، فهو واقع في طرف الكلمة، ولكن انتبه إن وصلت. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، هكذا، هذا، إذن من الذال إلى اللام إن وصلت، إذن فمعنى مد يثبت وقفا يحذف وصلا وهو أصلي، فانتبه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، وذاك شبيه البدل وليس ببدل، فانتبه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من، وانتبه لمحل الإدغام هنا، على رجل من القريتين عظيم. من القريتين، القرآن للام الحالان، فانتبه، عظيم. ووقفنا، وتلك خاتمة الآية، فذاك مد عارض للسكون، وجائز إلى قوله: ومثل ذا إن عرض السكون، فليست ميم ساكنة سكون أصلي، لا، إنها سكنت لأجل الوقف، فانتبه. الآية الثانية، حينما سمعنا سيدنا يقرأ لم يقرأ أهم، ولكن قال أهم يقسمون، فبان في السماع أن للهمزة معنى، وبعدها ضمير الغائبين، إذن الهمز والألف مستقل بذاته وله معنى، وهم ضمير مستقل بذاته وله معنى، فرجاء وأنت تتلو بين هذا في أدائك، فلا تقل أهم ولكن قل أهم يقسمون رحمة ربك، هكذا. والميم من أهم يقسمون ميم ساكنة، والميم إن تسكن. أهم يقسمون رحمة ربك، الواو في يقسمون مد أصلي وسمي أولا طبيعي فلا تنسى. أهم يقسمون رحمة ربك مع اسم ختم بتاء مفتوحة أضيف إلى اسم ظاهر كتب بالتاء المفتوحة، فنقف على هذا الاسم وهو رحمة في كتاب الله في مواطن 7 معك اليوم، منها 2. وجملة هذا ورحمة الزخرف على أكثر النسخ، وورد ورحمة الزخرف، أي موضعي هذه الآية. المهم أن تقرأها بالضم أو بالفتح، المهم أن تعلم أن هذه الكلمة إن أضيفت إلى اسم ظاهر، ما معنى أضيفت؟ أي أنها مضاف وما بعدها مضاف إليه. كيف ذلك أيها الشيخ؟ يقسمون جملة فعلية، وهذا الفعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ورحمة مفعول به، وربي مضاف إليه. إذن رحمة مضاف، نعم هي مفعول به ولكنها مضافة إلى كلمة رب، فربي مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. والكاف من ربك كاف الخطاب، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. وجملة يقسمون رحمة ربك في محل رفع خبر هم، إذن حديثنا ينصب على كلمة رحمة التي معنا حيث وقعت مضافة إلى الاسم الظاهر بعدها. أما إن أضيفت إلى ضمير متصل فتكتب بالتاء اتفاقا. ورحمة الزخرف بالتاء زبر، أي كتب كتابة بإتقان، ومنه ما غلب على زبور داود عليه الصلاة والسلام كما في قوله وآتينا داود زبورا. فللكلمة في لغة العرب معان ليس هذا أوانها، معناها هنا في هذا البيت في هذه القطعة في صدره. ورحمة الزخرف بالتاء زبره، أي كتب في هذا الموطن بإتقان بتاء مفتوحة. والرواية أن تقف على هذه الكلمة إن وقفت للاضطرار أو للاختبار أو للتعليم باتباع الرسم بالتاء هكذا. وقالوا لا، أهم يقسمون رحمة، وليست بوقف لأنه لا يصح عند أهل الأداء وأهل الوقف والابتداء فصل المضاف عن المضاف إليه، فانتبه. إذن هكذا أهم يقسمون رحمة، تعليم يجوز، اضطرار جائز، اختبار يجوز، عدا ذلك لا، اختيارا لا. إذن هكذا أهم يقسمون رحمة ربك، هكذا. الجملة التي تليها نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نعم هنا الميم أدغمت، والجملة التي أخذناها والميم إن تسكن، أحسنت، بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هكذا في الحياة الدنيا. من الفاء إلى اللام حذف المد الأصلي وصلا، فانتبه. الحياة كلمة كتبت في كتاب الله معرفة بأل شرط تكتب بالواو في الحياة، وتنطق الواو ألف. في الحياة الدنيا هكذا. إذن كلمة الحياة معنى اللام للام الحالان، فانتبه، الدنيا الحالة الثانية في لام ال تدغم، إذن اللام في كلمة الحياة تظهر، اللام في كلمة الدنيا تدغم اللام. ثم ننتقل إلى النون من كلمة الدنيا. النون نون ساكنة، وهي الحرف الذي سيدخل سيدغم، ويسمى بين قوسين المدغم. في المدغم فيه الياء، هذا ما لم يكن بكلمة واحدة، فشرط الإدغام أن يقع من كلمتين، هذا شرط. مرة ثانية، إذا اجتمع المدغم أعني النون أو الواو، إذا وقعت، لا، إنها لم تقع في كتاب الله إلا مع النون في كلمات 4، أولاها الدنيا، ها هي، بنيان، ستأتي بإذن الله، صنوان، نعم، قنوان. إذن النون فقط، فانتبه لهذا، أي النون الساكنة. إن وقع بعدها ياء في كلمة واحدة كما معنا في كلمة الدنيا، إذن يجب الإظهار. السؤال، لماذا تظهر هذه النون إن وقعت في كلمة واحدة؟ حتى لا تلتبس بالكلمة المضاعفة. لا أفهم. جميل. إن قلنا مثلا كلمة رمان، ما الحرف المشدد بين قوسين؟ هو المضاعف. إذن الميم هي المشددة، هي المضاعفة، والميم من أصل بنية الكلمة، أي ما تكرر أحد أصوله وشدد. أدغم هذه الكلمة خارج القرآن، ستصبح الديا. إذن أصبحت مضاعفة، وأصبح أحد أصولها مختلف، وأصبح مشتبها بما كان مضاعفا. لذا قال الإمام الشاطبي: مخافة أشباه المضاعف أثقلا. فانتبه، فهذه الكلمة تظهر فيها النون وتسمى إظهارا مطلقا، وجملتها: إلا إذا كان بكلمة فلا، تدغم أو تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. تكتبها، اكتب من قوله للنون إن تسكن وللتنوين إلى قوله إلا إذا، ضع 3 من النقاط واكتب هذه الجملة: إلا إذا كان، أي النون الساكنة فقط، مع ما بعدها وهو حرف الياء أو الواو، ولا ثالث لهما. نعم، كما ذكرنا فالكلمات 4: دنيا، بنيان، صنوان، قنوان، ولا خامس لها. فانتبه، إلا إذا كان بكلمة فلا، تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. أحسنت. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات عند أهل الوقف والابتداء إلى وقف، ولكننا وقفنا لضيق النفس. فانتبه، فانتبه معي للمد الأصلي، وانتبه للضبط والتشكيل في قوله بعضهم فوق بعض درجات، وحرف المد بعد الجيم ونطق الجيم. ليتخذ بعضهم، هنا الضاد مضمومة، فانتبه، بعضهم بعضا سخريا، والسين هنا مضمومة اتفاقا للعشرة، فانتبه، سخريا. ومعنا هنا مد أصلي يثبت وقفا، فانتبه، ورحمة ربك، ورحمة هنا كالتي سبقت تماما بتمام، ورحمة ربك خير مما، الراء مفخمة في خير في هذه الرواية، وصلا، خير مما، مما بروم والنساء خلف المنافقين. إذن فهذه من القسم الثالث المتفق على وصله، خير مما يجمعون، المد أصلي، وانتبه للمد العارض للسكون. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. شكرا جزيلا ليك فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، هيا نأخذ خطوة جديدة لإتعلم إتقان تلاوة الآيتين المباركتين. استمعنا إلى التلاوة، استمعنا إلى الشرح العملي، الآن نبدأ في عرض التلاوة. التلاوة عندما تكون متقنة هذا مفيد لنا جميعا، وعندما يحدث خطأ فإن شاء الله نصحح الخطأ ونتعلم من أخطائنا، ويعني رب ضارة نافعة. هنبدأ سريعا مع الحاجة سامية من الدقهلية. حاجة سامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ عماد. أهلا يا أمي، اتفضلي. يا ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يخليكم. الله يكرمك، ربنا يخليكم يا رب. الله يخليك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. أسكن الخاء. نعم يا سيدي. أستغفر الله، أسكن الخاء. سخريا. أيوة كده. ربنا يبارك لك يا رب. اسلامي. ربنا ينورها لك يا رب ويخليك لنا يا رب ويبارك لنا في عمرك ويبارك فيكم. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. جهد مشكور، ربنا يبارك فيك حاجة سامية. ما شاء الله حاجة سامية على طريق الإتقان إن شاء الله تسيرين، بارك الله فيك. معانا أم خالد من اسكندرية. السلام عليكم يا أمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابني. اتفضلي يا أمي. اتفضلك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ليتخذ بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. جميل، جهد مشكور، ربنا يبارك فيك يا أمي. شكرا جزيلا للحاجة أم خالد من اسكندرية، وهنروح الحاجة أم شريف من القاهرة. اتفضلي يا حاجة أم شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا عنا وإياكم معانا يا رب. الله يبارك فيكم. الله يخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. جزاك الله كل خير، مشكور خالص. شكر الحاجة أم شريف، وبنرحب بالحاجة أم مدحت. حاجة أم مدحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا وربنا يبارك فيكم. الله يحفظك. أنا أول مرة أقرأ. أهلا وسهلا، بنسعد جدا بأصواتكم يا أم راغب، ربنا يبارك فيكم دايما وكده وتكونوا متواصلين معانا. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يا حاج أهم رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ما شاء الله، جهد مشكورة يا أم مدحت، ما شاء الله جميل. شكرا جزيلا للحاجة أم مدحت، ما شاء الله يا حاجة يعني عندك مهارة تقليد الأصوات الحسنة، بارك الله فيكي، وإن شاء الله يعني مداومة الاتصال مع فضيلة الشيخ خالد نتعلم قواعد التجويد وتكون أحسن وأحسن التلاوة إن شاء الله. هنروح للأستاذ مصطفى من المنوفية. مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير يا فندم. وإياك يا أستاذ مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ربنا يبارك فيك، جهد مشكور. شكرا للأستاذ مصطفى من المنوفية، وبنرجع القاهرة تاني مع الحاجة راوية. السلام عليكم يا أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ما شاء الله، ممتاز، الله يفتح عليك. ما شاء الله يا أمي، تلاوة سهلة يسيرة متقنة، بارك الله فيك. معانا أم محمد من القاهرة، اتفضلي يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ورحمة ربك خير مما يجمعون. جهد مشكور، ربنا يبارك فيكي. شكرا جزيلا للحاجة أم محمد من القاهرة. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم سريعا لنواصل معكم عرض التلاوة، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين في عرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد للآيتين 31 و32 من سورة الزخرف. هنروح سريعا لإسكندرية مع الحاجة أم مي. حاجة أم مي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رجل، نعم، رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. بعضهم فوق بعض درجات. أيوة، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. لا، هنا بقى بعضهم أيوة. بعضا سخرية. لا، سخرية أيوة. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ما شاء الله، جهد مشكور يا أمي، ربنا يبارك فيك، تابعينا. الشكر موصول للحاجة أم مي من اسكندرية. وبنروح لمحافظة الشرقية مع الحاجة زينب. اتفضلي يا حاجة زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. جهد مشكور يا حاجة زينب، ربنا يبارك فيكي. شكرا للحاجة زينب من الشرقية. ومعانا أم مصطفى من الجيزة. اتفضلي يا أم مصطفى. أم مصطفى، مع حضرتك. اتفضلي يا فندم، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. بعضهم ضاد، اخلي بالي من الضاد. مع حضرتك بعضهم، لا، بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله، جهد مشكور، ربنا يبارك فيك يا حاج ام مصطفى. خلي بالله من الضاد. شكرا لام مصطفى من الجيزه. ما شاء الله يا ام مصطفى، مستواك بيتقدم مره عن مره. الحاجه امال من القاهره، اتفضلي يا حاجه امال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يرفعكم الله اعظم الدرجات يا رب العالمين جميعا يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ما شاء الله، تلاوة جميل، الله يفتح ليك حاجة أمال. شكرا جزيلا للحاج أمال. هنروح سريعا للمنيا مع ابننا عبد الرحمن. اتفضل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يا عبد الرحمن نعم اسمع الشيخ يا عبد الرحمن شوف بيقول لك ايه. معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. شاطر يا عبد الرحمن بس رجاء المرة الجاية إن شاء الله خلي بالك معايا كده لما أكلمك تسمعني. ربنا يبارك فيك يا ابني. شكرا لعبد الرحمن من منيا بارك الله فيك يا عبد الرحمن. ونروح للأستاذة فردوس من القاهرة. حاجة فردوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وإياك يا أم اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. على رجل من قريتين عظيم. من ال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا سمعاني يا حاجة. ورحمات ربك خير. لا هي رحمة. ورحمات ربك خير يا حاجة فردوس. نعم ورحمة ربك خير مما يجمعون. حضرتك سمعاني؟ أيوة يا سامي. سمعاني؟ أيوة. طيب نصلح بس مع بعض كده آخر سطر بعد إذنك. ماشي. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. درس عمل لحضرتك ان نقرا ازاي على قد النفس. ربنا يبارك فيك يا حاجه فردوس. شكرا للحاجه فردوس من القاهره اللي اتعلمنا من خلال تلاوتها ازاي لو كان نفسنا قصير نقرا من خلال يعني السطر الاخير اللي قراه لها فضيله الشيخ خالد. فارجو يا ام ان انت تستمري على المنوال دوت. هنروح سريعا للحاجه ام محمد من المنوفيه. ام محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. واياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يا أم محمد نعم الشيخ صحح لي الكلمة كده أرجوك اسمعيها تاني كمان مرة. أهم يقسمون رحمة ربك. أهم يقسمون رحمة ربك. يقسي مش يقسو. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. مشكور ربنا يبارك فيكي. شكرا للحاجة أم محمد من المنوفية، وهنروح للحاجة أم كرم من البحر الأحمر. حاجة أم كرم، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. جهد مشكور، ربنا يبارك فيك وننتمي مع بعض. شكرا جزيلا لأم كرم، بارك الله فيك يا أم كرم. هنروح الحاجة أم أحمد من الدقهلية. حاجة أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ممكن بعد إذنك يا أمي، أيوه، ممكن نصلح الاستعاذة والبسملة مع بعض؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، من الشيطان الرجيم، أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يا أمي، أيوة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يقسمون رحمة ربك. يا أمي، نعم، يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ربنا يخليك لينا. معيشتهم في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ما شاء الله يا أم أحمد، جميل، وانتبه مع بعضنا وجهدك مشكور، ونحب نسمعك على الدوام. شكرا للحاجة أم أحمد من الدهلية اللي ساعدنا باتصالها كثيرا، وأم أحمد بتبين لنا إن مفيش حاجة اسمها مستحيل مع القرآن. إن شاء الله يا حاجة احنا في انتظار اتصالاتك القادمة. أعزائي المشاهدين، ده كان آخر اتصال مع حضرتكم النهاردة، وبنعتذر للإخوة اللي ما استطعناش التواصل معهم. إن شاء الله حلقة الغد هتكون مراجعة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم بالنسبة للسؤال اللي كان مطروح على صفحة البرنامج ما شاء الله في إجابات كتيرة على الصفحة دلوقتي. هنشوف السؤال، وبالنسبة للإخوة اللي أجابوا على صفحة البرنامج يعني أسمائهم موجودة منورة هيت. وكل يوم إن شاء الله انتظروا منا أعزائي المشاهدين سؤال نراجع فيه اللي احنا خدناه قبل كده، ونتثبت من الإجابة من خلال فضيلة الشيخ خالد. هنروح سريعا لفضيلة الشيخ خالد نسأله عن أهم ملاحظاته في حلقة اليوم بالنسبة لتلاوة الآيتين 31 و32 من سورة الزخرف. فضيلة الشيخ خالد، يعني خلاصة القول بالنسبة للاتصالات الهاتفية اللي استمعنا ليها النهارده. واحد، أخلي بالي من المد الأصلي، كثير كان بيقرأ لولا نزل، لا لولا نزل، قسمنا بينهم، لا قسمنا بينهم، ده رقم واحد. اثنين، لما اجي اقف على اخر الكلمه الحرف الاخير اسكن. وقالوا لولا نزل، وبالاخص الامهات احيانا بيقراوا بيشكلوا اخر حرف، نزل القران على رجل، لا، ام العزيزه، والد العزيز، القارئ الكريم. لما تيجي تقرا وتقف عند اي كلمه اخر حرف بنسبة كده يعني قول 90% سكن، تنوين هتحذف ما لم يكن الحرف ده منون بفتح، زي معانا هنا كده بعضا سخرية، ده بس اللي انت بتحول فيه التنوين إلى ألف. ما عدا ذلك بنعمل ايه في الأعم الأغلب؟ بنسكن. فنخلي بالنا من هذه الجزئية. رقم واحد، حرف المد أخلي بالي من، مش من حرف مد بس، من جميع الحروف تاخد حقها. اتنين، الحرف الأخير لما أقف أسكنه، ده غالبا، وإن جه استثناء مني أثناء التلاوة سيكون مخصوص بمكانه. قاعدة هقول لك هذه قاعدة خلي بالك منها، وهكذا. رقم 3 حينما أقرأ لا أضغط على قدراتي بما لا أستطيع. إزاي يعني؟ نفسي قصير أقرأ كده. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أنا أحيانا أقف وقوف، أنت قلت لي ما ينفعش الوقف هنا، ده ما ينفعش لمن كان ذا نفس قوي يستطيع أن يأتي بالآية من أولها إلى آخرها. أما إن كان القارئ مضطرا لضيق النفس فمعه عذره عند أهل التجويد والقراءات، يقف في أي مكان، ولما يجي يبدأ الكلمة اللي وقف عندها إذا كان ينفع يبدأ بيها ويصلها مع بعضها ممكن. طب ما يقدرش عشان الكلمة فيها مد أو طويلة، خلاص ابدأ، بس أهم شيء وانت بتقرأ ما تجيش على الأحكام، ما تجيش على الحروف. رجاء وأنت تقرأ القرآن لا تتعامل معه كأي كلام. هذا الكلام له طريقة معينة يؤدى بها ويتلى بها، الحركة فيه تغير المعنى، فما بالك بحرف، فما بالك بكلمات وجمل. فرجاء خلي بالك وانت بتقرأ، تعامل مع القرآن كيف تتلى هذه الكلمة. ده رقم 1 أو رقم 2 أو 3. احنا خدنا المد الطبيعي، أخلي بالي، خدنا النفس، خدنا كذلك بعض الكلمات المشكلة. أهم شيء إن حينما أبدأ لا يضحك علي الشيطان ويقول لي الشيخ قال لك كذا وكذا وفوت لك كذا، لا خلاص بقى أنا أتوقف عند هذا الحد. لا، ما توقفش، أكمل المسيرة واستمر، وهكذا دائما مع كتاب الله تبارك وتعالى حتى نكون سويا معا جميعا في إطار خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، اللهم آمين. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ خالد، بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله في انتظاركم في حلقة الغد لمراجعة سورة محمد. إلى ذلك اللقاء أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.